هنروح تاني للخبر اللي ابتدينا بيه وهي كرة اليد. النهارده زي ما قلت لحضراتكم كرة اليد عملوا تمرين يوم الاثنين اللي فات قبل السفر لفرنسا نيس الفرنسية عشان يلعبوا بطولة ودية. معانا فرنسا، جمهورية الشيك وهولندا، وبعد كده هنطلع للسويد نلعب بطولة العالم من 11 ل 19. اتحاد كرة الطائرة يعني، وده بروتوكول يعني بيعمله دايما الاتحاد، واتمنى انه يتعمم في كل الاتحادات، بآخر تمرين قبل السفر للبطولات الكبرى بيفتح التمرينه لوسائل الاعلام، تصور مع اللاعبين، تاخد تصريحات منهم مع الجهاز الفني، تبقى حاجه كويسه انه يحصل تواصل ما بين الجماهير المصريه ومنتخباتها المختلفه. يا رب البروتوكول ده يتعمم على كل الالعاب. النهارده في حصل لقاءات كبيره مع اللاعبين قبل السفر، وبالمناسبه احنا بنلعب دلوقتي التشيك، اخر نتيجه 32-28، وباقي دقيقتين مع مباراتنا اللي شغاله دلوقتي مع منتخب مصر والتشيك، فرق 4 اهداف 32-28، وفاضل دقيقتين. اكيد احنا مستوانا افضل من كده، ولكن طبعا اكيد الروتيشن وتجريب اللاعبين اكيد الكلام ده بيتحط في الاعتبار في المباريات الوديه. كاميرا الابطال كانت موجوده في التدريب، عملنا اللقاءات ده مع لقاءات عديده مع اللاعبين، خلينا نتفرج عليها ونرجع لحضراتكم تاني. زي ما انت قلت ده اخر تمرين، بس احنا بادئين بقى لنا فتره تقريبا من بعد الدوري لما وقف. بدأنا معسكر في الغردقة، وبعدين كان عندنا ماتشين قطر، ربنا كرمنا وكسبنا. بعدين المحترفين انضموا، لعبنا بطولة في رومانيا، كسبنا برضه الماتشين. المرحلة التالتة بطولة في فرنسا، آخر ماتشين، وبعدين هنطلع على كأس العالم. مفيش وقت، هو أسبوعين بالظبط، فبنحاول نذاكر الفرقة اللي هنلاعبها. الموضوع مش سهل خالص، لأن كل فرقة وليها تفاصيل، بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول يبقى في وقت ونقدر نلعب كويس. هو المشكله مش في مجموعه، المشكله ان النظام البطوله مجموعه وبعدين نطلع على مجموعه ثانيه. احنا مسموح لنا يعني نخسر ماتش واحد من الست ماتشات، فموضوع صعب جدا. هنلاعب تونس، هنلاعب البحرين، هنلاعب كرواتيا، هنلاعب الدنمارك، فاحنا بنتمنى ان احنا نطلع الميد راوند كسبانين كل ماتشات المجموعه الاوليه عشان ما نضطرش يبقى ماتش الدنمارك فاصل. يعني بدايه كده احنا يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نتجمع مع بعض اكتر، يبقى في تجانس اكتر ما بين اللعيبه عشان بقالنا كتير ما اتجمعناش. بالنسبه لنا الماتشات الوديه دي ماتشات كويسه جدا، عندنا ماتشين كمان في فرنسا، هنحاول قد ما نقدر ان احنا نجمع كل حاجه بنعملها والحاجات اللي هتتعمل الجديده والكلام ده كله عشان خاطر نقدر نخش بصوره كويسه في كاس العالم. مش صوره كويسه، اللي هو ان نخش نعمل التارجت اللي احنا نفسنا نعمله. هو طبعا في الاول وفي الاخر هو كاس عالم، فاحنا عارفين ان احنا عشان نوصل لمدى بعيد جدا لازم تلعب منتخبات قويه ولازم تكسب منتخبات قويه، وده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا بنحضر له. عندنا حاليا هدف واحد بس، اللي احنا عندنا اول ماتش مع كرواتيا، ده اهم ماتش في المجموعه واهم ماتش في الدور الاولاني والثاني كمان، عشان خاطر الماتش ده هيودينا في حته ثانيه، ولو كنت لو حصل حاجه في الماتش ده هنخش في وضع هيبقى علينا ضغط طول البطوله. فبالنسبه لنا احنا مش شايفين حاجه غير اول ماتش، وانا شايف المنتخب دايما لما بيحط اهداف وبيطلع ستيب باي ستيب بيعمل شغل كويس جدا. احنا لما نفكر قدام قوي ما بيبقاش الموضوع ما بيبقاش احسن حاجه. زي ما شفتوا حضراتكم وسمعتم اللاعبين يعني حاسين بقيمه قد ايه معسكر او المعسكر البطوله الوديه اللي شغاله دلوقتي في فرنسا. وبالمناسبه اخر نتيجه 33-30 للمنتخب المصري على التشيك، وخلاص يعني لحظات وتنتهي المباراه وهيبقى الفوز الاول للمنتخب في البطوله الوديه. زي ما حضراتكم شايفين هم عارفين هم عايزين ايه، عايزين مباريات اكتر، لان اللعيبه اللي بيلعب في اوروبا واللي بيلعب هنا. ولكن منتخب مصر الحقيقه تلقى صدمه كبيره جدا يعني من اسبوعين ثلاثه او يمكن من شهر في اصابه يحيى خالد نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي وعمل العمليه. طبعا اكيد يحيى خالد لعيب كبير جدا وهيفرق مع المنتخب، ولكن ان شاء الله اللاعبين يعني يكونوا في محل يعني ثقه ويكونوا يقدروا يعوضوا غياب يحيى خالد. يحيى خالد من احسن لعيبه العالم دلوقتي، فغيابه اكيد يعني صدمة قوية ومش هيأثر، مش عايز أقول، بس طبعا أكيد حاجة مش ما كناش نتمناها لمنتخب مصر. وكل السلامة طبعا ليحيى، هو عمل عملية وبيتحسن وفي مرحلة العلاج الطبيعي. خلاص المباراة خلصت 33-30، مبروك لمنتخب مصر، أولى مبارياته الودية. خلي بالكم دي مباراة ودية، لسه كأس العالم ما انطلقش. كأس العالم هينطلق يوم 11 للقادم إن شاء الله، 11 يناير. وأفكركم بس، فاكرين من سنتين كان بطولة العالم في مصر؟ فاكرين الوقت وفاكرين التوقيت كورونا، وفاكرين يعني كانت ظروف صعبه، ومصر نظمت هذه البطوله من سنتين في كنا معمول زي فقاعه بابل، وكان المنتخبات فيها ونظمتها على اكمل وجه. ولو تفتكروا كان مستر توماس باخ كان جه مصر وشاف البطوله، وكان يعني الحمد لله كان منتخبات كبيره جايه وما فيش اي، ما شهدتش اي اصابه بكورونا ولا كان في اي حاجه.
مصر تقدر كانت يعني تعمل المستحيل ونظمنا البطولة دي، واللي فتحت نفس العالم كله لعودة البطولات مرة تانية والتجمعات الرياضية مرة أخرى، وشجعت العالم نعمل بطولة واثنين وثلاثة، وبعد كده رحنا على أولمبياد طوكيو. الأيام بتمر، ولكن نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا في بطولة العالم.